ذكي نجيب محمود، فيلسوف مصري اتوصف بانه فيلسوف الادباء واديب الفلاسفه، علشان كان بيدمج الفلسفه بالادب، وبيقدم خلاصه الكلام ده للناس عشان يبقى قريب من فهمه. فلسفه صعبه يا صديقي ومش اي حد يقراها يفهمها، ولكن ذكي نجيب محمود نجح في انه يقدم اصعب الافكار على العقل للقارئ العربي في صور عبارات ادبيه سهله، يعني سهل لهم الدنيا من الاخر، سهل لهم الافكار الصعبه والتقيله على العقل بعبارات ادبيه سهله. يسكت فك اصعب مسائل الفلسفه وخلاها في متناول قارئ الصحيفه اليوميه. زي ما انت تتخيل انك تبقى قاعد بتقرا الجورنال وحد يسالك بتقرا ايه، فتقول له انا بقرا فلسفه. اي حد كان ممكن يقرا فلسفه ساعتها، وقدر يخرج الفلسفه من اطار الكتب والجامعات والمعاهد علشان تأدي دورها في الحياه صديقي. بس كده.